اليوم شاهدنا بأن العياء البدني نال من الفريق خاصة في الربع ساعة الأخيرة، كما قمت أيضا بتغيير التشكيلة المثالية عبر إراحة عدد من اللاعبين كشطيبي. كيف تفسر ذلك؟ غياب الشطيبي يعود إلى كونه يشعر بألم على مستوى الكاحل. أنا لم أود أن أغامر وأشركه في اللقاء، فذلك كان يمكن أن يزيد من ألمه وأن يصبح مصابا بالفعل. هذه ثالث مواجهة نخوضها في ظرف أسبوع، وصحيح أن هذا الأمر ليس سهلا بالمرة. أنا استبدلت الشطيبي بلاعبين كانت لديهم الرغبة في لعب المباراة. لقد خوضنا شوطا أولا جيدا، لكن مشكلتنا هو أننا أردنا الدفاع عن تقدمنا لكننا دافعنا بشكل سيء. لعبنا في منطقتنا ولم نكن نغامر خارجها من أجل الهجوم. الفريق البركاني يستحق التعادل لأننا لم نقم بالمطلوب. الآن هناك لاعبون لا نراهم كثيرا، وعلي أن أعطيهم حيزا زمنيا للعب، لأنه في اليوم الذي سيكون اللاعبون الأساسيون مصابون سنحتاج أن يكون البدلاء قادرون على المنافسة. هذه طريقتي في اللعب. لم ننتصر، لم ننهزم، ونحن الآن سنحضر للمباراة الهامة التي ستقام يوم الأربعاء. هذه مباراة الكرات الثابتة بالنسبة لفريقك أو بالنسبة لنهضة بركان، ولكن السؤال كيف يمكن لك تحضير فريقك لمباراة الدور نصف النهائي ضد نهضة بركان من أجل الانتصار، لأن جماهير المغرب الفاسي تنتظر النهائي واللقب خاصة بعد إقصاء الجيش أحد المدارس الكروية العريقة. أعتقد أن هناك 16 فريقا من القسم الأول تريد الوصول للنهائي، ونحن ضمن الأربع فرق التي وصلت لنصف النهاية. المباراة ستكون صعبة، لا شك في ذلك. الفريقان معا يودان بلوغ النهائي. لن نلعب كل أوراقنا في مباراة الذهاب. علينا أن نتحلى بالصبر وأن نكون طموحين وأن نلعب بذكاء، وليس كما فعلنا في الشوط الثاني من مباراة اليوم. أتمنى أن نستطيع استرجاع بعض اللاعبين، وهذا هو المهم، وكي نستطيع العمل في الأيام المتبقية كي يكون لدينا فريق تنافسي. هل أنت بحاجة إلى قائد داخل المجموعة؟ لأنكم تضيعون فرصا كثيرة وبسهولة. أنا كصحفي لا أفهم صراحة ضياع عدد كثير من الفرص في مناطق الخصم بغياب اللمسة الأخيرة وبنفس الطريقة. كيف ستجد الحل لهذه المعضلة؟ لأنك صحفي، أنت لست لاعب كرة قدم، لهذا لن تفهم. وبالنسبة لك كيف ستجد حلاً لهذه المعضلة؟ الحل هو العمل، هذا كل ما في الأمر. ليس سهلاً أن تحرز هدفاً حين تشعر بضغط الفريق المنافس، إنها فقط مسألة عمل وثقة. والآن تعرف لماذا أنت صحفي ولست لاعب كرة قدم. توفيق المغرب الفاسي، شيء صحفي ما كنفهمش في الكرة، ولكن صراحة شابو لهذا السيد في أن بون ترافاي في الماس. فريق شاب، عناصر الخبرة ما بقاتش، عنده خيارات في شكل بين قوسين، الحواس اللي يعطيه مباريات كأس العرش الكناني يحطه في مباريات البطولة، الرحماني مدافعين المتألقين كيجلسوا في المباراة السابقة من الجمل كيدخلوا في دقيقة 87، عنده خيارات ولكن تحقق نتائج. عنده فلسفته، وانا اللي تعجبني فيه اكثر، تعجبني طريقه اللعب ديالو، ولكن حتى التصريحات ديالو تتكون دائما واقعيه، ما تعطيش مبررات، وهي دائما تمشي للموضوع مباشره وتعطيك التصريح. فمن المدربين اللي يمكن تستافد منه الكره المغربيه ان شاء الله. نعم.